السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نخصصها للحديث عن كيف سيستقبل اليمنيون رمضان هذا العام. يحل رمضان على اليمنيين والوضع الإنساني أسوأ من ذي قبل. عام آخر من عمر الحرب وفقر واسع ومآس تتوالى في ظل عجز كبير من الحكومة الشرعية. في الجهة الأخرى تدق الأمم المتحدة ناقوس الخطر بوجود أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم في اليمن، ومؤشرات مفزعة تعكس الوجع والألم الذي يعيشه اليمنيون على مرأى المجتمع الدولي. تكفي الإشارة إلى أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة للمعونات والمساعدات الإنسانية. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش كيف سيستقبل اليمنيون رمضان في ظل استمرار المعاناة التي نتجت عن الانقلاب وما ترتب عليه من تداعيات بسبب الحرب وأزماتها. في البداية اسمحوا لي أن نرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقيه، وسيكون معنا من تعز الناشط في المجال الإغاثي جميل الجابري، ومن الحديدة الناشطة في المجال الإنساني منال قائد، ومن إسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. قبل النقاش فاصل قصير. من جديد حياكم الله، وأرحب بضيفي من عدن عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ جمال بالفقية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا، الصوت لا تسمح. أهلا بك أستاذ جمال. نستقبل رمضان هذا العام، أنتم في اللجنة العليا للإغاثة، ما الذي بأيديكم وستقدمونه لليمنيين هذا العام؟ الصوت لا تسمح. الصوت تسمعني الآن؟ لا، عاد واطي الصوت، ارفع شوية. طيب، سألتك يعني نستقبل رمضان هذا العام، ما الذي تملكه اللجنة العليا للإغاثة وستقدمه لليمنيين هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بقناة سهيل. بالنسبة لاستعدادات اللجنة العليا للإغاثة، نعم. بالنسبة لاستعدادات اللجنة العليا للإغاثة في عملية في رمضان القادم، هي طبعا عن طريق مركز الملك سلمان. نحن طبعا كلجنة عليا للإغاثة هي لجنة نوجه المنظمات الدولية وكذلك بعض الجهات المعنية للجهات التي المناطق التي هي بحاجة للعمل الإنساني والإغاثي. طبعا في رمضان في حركات موجوده بالنظمه، المركز سلمان مستعد لعمليه حوالي 260 الف وجبه افطار صايم لحوالي 13 محافظه، الى جانب بدات الحمله بتبدا ان شاء الله في خلال 15 مايو في توزيع في عده محافظات حوالي 70 الف سله غذاء، يعني بدايه 15 مايو وينتهي الى 15 سبتمبر. نعم. فطبعا هذه بالنسبه للمركز المركز سلمان. بالنسبة للهلال الأحمر الإماراتي كذلك هو بيتدخل في كثير من المحافظات المحررة، وبيوصل إليها عدة جهات عملية إغاثية موجودة. لكن نحن في اللجنة العليا للإغاثة نحاول قدر المستطاع أن احنا نتحدث مع المنظمات الدولية أن تتوجه لهذه المناطق لإغاثة الشعب اليمني، وخاصة في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثيين، ويستفيدوا من عملية ال22 معبر الذي فتح في الفترة الأخيرة لإيصال المساعدات، ليس بالشرط أن تكون عن طريق من الحديدة الذي أصبح، نعم. من الحديدة هي طبعا صعب جدا الوصول إليه بسبب أن العمليات الحربية الموجودة فيه، وكذلك استغلال الحوثيين للميناء الحديدة. ولهذا نتوجه للمنظمات الدولية أن تتوجه لعدة المنافذ المفتوحة ل22 منفذ عن طريق المبدأ لا مركزية في العمل الإنساني لإيصال الإغاثات في جميع المحافظات الذي أعلن عنها وزير الإدارة المحلية، نعم. سابقا. لكن أستاذ جمال كما تقول أنت 70 ألف سلة غذائية، ما قيمة يعني هذا الرقم البسيط مقابل 22-23 مليون يمني بحاجة لهذه المواد الغذائية؟
طبعا نحن عندما نتحدث عن العمل عن الغاثة، طبعا هي مهما كانت الكميات الموجودة، ونحن قد أعلنا بأن 22 مليون الذي بعدت الغاثة، نحن طلبنا من الوزارات الدولية أن الأرقام التي رصدت 22 مليون، طبعا هي الشعب اليمني بحاجة العمل الإنساني، لو حسبنا 22 مليون زائد 5 مليون اللي هم أصلا مغتربين. ال 22 مليون الذي رصد إليها في خطة الاستجابة 2018، نتمنى من الوزارة الدولية أن تتوجه بتثقيف العمل الإنساني والإغاثي، وتكون المعالجة الأساسية للوصول إلى هذه المحتاجين للإغاثة بحسب الأرقام التي رصدت في تقاريرهم. نعم. طيب، المؤتمر الأخير الذي كان دعت له الأمم المتحدة من أجل الإغاثة في اليمن، وكان المستهدف ما يقارب 3 مليار دولار لدعم اليمن، هذه الجهود إلى أين وصلت؟ وهل سيلمس المواطن اليمني هذه الأرقام التي تحدث الجميع عنها وتبرع الكثير من الدول لإغاثة اليمنيين خاصة مع شهر رمضان؟ طبعا هي بالنسبة للثلاثة مليار دولار التي طلبتها خطة استجابة 2018، الذي رصد إليها حوالي تقريبا مليار دولار من المملكة العربية السعودية، وكذلك من مركز من الهلال الأحمر الإماراتي، و250 مليون دولار من الهيئة الكويتية، حوالي فوق ال 50% الذي رصدت، ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة أن تتم الاستجابة سريعة، والذي سلمت إليهم الفترة الماضية حوالي 970 مليون دولار، تم التوقيع فيها مع مركز الملك سلمان في عملية الإغاثة السريعة، إلى ذلك 70 مليون دولار لعملية رفع كفاءة المواني الموجودة، وكذلك الاستيرادات الموجودة تحت المواني الموجودة للتنمية. يعني تتميز هذه عملية الإغاثة أو 2018 بوجود مركز إسناد الذي سيكون إشراف مباشر في العملية الإغاثية، شريكة للمنظمة المتحدة، ونتمنى أن تكون هذه الإغاثة توصل بسرعة، وخاصة في شهر رمضان، للمناطق التي حددت من قبل الحكومة واللجنة العليا للإغاثة. نعم، المناطق التي حددتموها بخطتكم أستاذ جمال لهذا العام، أي الأماكن الأكثر تضررا وتستهدفها بصورة عاجلة في اليمن؟ طبعا احنا بالنسبة للجنة العليا للإغاثة نحن نستهدف جميع المحافظات اليمنية، اللي هي كل المحافظات 22 محافظة، وإنما نحن طلبنا منهم أن تتوجه عن طريق المنافذ التي حددت، اللي هي المنافذ البحرية والبرية التي تتوجه إليها بوصول الإغاثة إليها بطرق أخرى، ولتكون سهولة الوصول إليها بفتح المنافذ. فمثلا عندما نتحدث نحن على مدينة عز وإب والبيضاء، فالمنفذ عدن وتعز البيضاء يمر عن طريق محافظة عدن، وتمر الإغاثة عن طريق محافظة عدن لقربها جغرافيا من مدينة عدن، وطريق آمنة توصل إليها بشكل يعني بسرعة وبشكل آمن إلى هذه المناطق التي بحاجة للإغاثة، واللي هي مناطق محاصرة. كذلك عندما نحن نتحدث عن مدينة الحديدة، في مناطق هي حددت كمركز إغاثي، ممكن توصل إليها من عدة مناطق موجودة، فتحت اللي هي منطقة الخضراء في المناطق هناك اللي توصل الحديدة، وبعض المنافذ كذلك الجوية، ميناء كذلك مطار مارب اللي فتح في الفترة الأخيرة، والذي بتقدم إليها الإغاثة عن طريق هذا، سواء كان مطار مارب أو مطار عدن الدولي أو ميناء المكلا أو ميناء المخا أو عدة، أو كذلك ميناء جيزان. نعم. الذي فتح أخيرا للعمل الإنساني. طبعا هي المناطق التي تتم استهدافها. نحن عندنا المرحلة الثانية، نحن المناطق اللي هي بحاجة العمل الإنساني والإغاثي يتم إغاثتهم عن طريق المنظمات الدولية الذي أرصدت إليها مبالغ كبيرة، الذي نحن حثينا المنظمات الدولية والمنحة أن تمنح هذه المبالغ لإغاثة الشعب اليمني، والمناطق التي تم تحريرها التي هي تتمر بالمرحلة القادمة، نحن مررنا المرحلة الثانية وهي مرحلة سبل العيش لهذه المناطق في المرحلة الثانية، ونحن نحشد الجهود لعملية سبل العيش بالنسبة لبعض المواطنين ومثل الشباب. نعم. لإدخالهم في سوق العمل. نعم. طيب، ابقى معي أستاذ جمال، ونشرك معنا في الحديث الناشطة في المجال الإنساني الأستاذة منال قائد من الحديدة. مرحبا بك أستاذة منال. أستاذة منال القائد، مرحبا بك. ربما فقدنا الاتصال بالناشطة في المجال الإنساني منال القائد من الحديدة. أعود لك أستاذ جمال، لا شك أن هذه الأرقام ويعني التبرعات الكبيرة في المجال الإغاثي والإنساني لليمن
حظيت باهتمام كثير كما تحدثت أنت، وأيضا أصبحت الآن بسهولة ويسر ممكن أن تصل إلى اليمن، فكل المنافذ ربما عدا منفذ الحديدة الذي تسيطر عليها الميليشيا جاهزة لاستقبال كل هذه المعونات. هل يعني تعتقد بأن هناك معوقات ربما تحول دون وصول هذه المساعدات بالصورة المرتب لها من قبلكم والأمم المتحدة؟ الصوت مش واضح، ما اسمع الصوت. نعم تسمعني الآن؟ الصوت الحين شوية عاد ارفع الصوت شوية إذا يمكن يكون أفضل. أستاذ جمال تسمعني الآن؟ طيب تفضل. نعم أقصد في سؤالي الآن، هل من معوقات ستحول دون وصول كل هذه المبالغ المالية والمعونات الإغاثية الكبيرة لليمن، لا سيما وأصبحت معظم الموانئ ومعظم المنافذ تحت سيطرة الحكومة الشرعية عدا منفذ ميناء الحديدة؟ ألو. نعم إذا ربما بالنسبة أيضا بالنسبة لإيصال المساعدات للمناطق المحررة لا توجد أي معوقات إليها، لكن عندما نحن نتحدث عن المناطق التي تحت سيطرة حوثي تقريبا 5 محافظات اللي هي طبعا تتم الإعاقة موجودة، لكن عن طريق المنافذ الجديدة أو عن طريق لأن قبعة الأمم المتحدة هي اللي توصل إليها موجودة، لكن نحن طلبنا من المنظمات الدولية أن تكون منظمات محلية شريكة لها أن توصل الإغاثة لهذه المناطق بحيث أنها لا تتم تحت اعتراض الحوثي أو مصادرتها أو إعاقتها. يعني عندما نتحدث نحن في الفترة عملية التطعيم الكوليرا أعلن منسق الإغاثة في الأمم المتحدة بعدم سماح للتطعيم في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، فطبعا نحن كمعابر ممكن توصل إليها، لكن توصالها إلى مستحقيها يتطلب أن يكون عن طريق شركاء محليين ممكن يوصلوا إليها اللي كما تحدثنا فيها في فترة سابقة. نعم طيب أنتقل، ابقى معي أستاذ جمال ونشرك معنا في الحديث أيضا من تعز الناشط في المجال الإغاثي الأستاذ جميل الجابري. مرحبا بك أستاذ جميل. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بك أستاذ جميل، ربما نحن الآن على أبواب شهر رمضان، كيف هو حال الناس في تعز؟ كيف هي أوضاع الناس مع قدوم شهر رمضان؟ حياكم الله جميعا، وبإذن الله يأتي علينا الشهر وأنتم بخير وعافية، ويمن الله علينا بالقيام والصيام بهذا الشهر الكريم. وبداية نشكر قناة بلقيس على هذه اللفة الكريمة لتلمس هموم المواطنين في مدينة تعز وفي عموم الجمهورية. استقبال شهر رمضان في محافظة تعز المحاصرة منذ 4 أعوام، يهل علينا العام الرابع وهذا الشهر الكريم. في مثل هذه الأيام كان مقترب الناس يستقبلوا هذا الشهر الكريم بالاستعداد، بالفرحة، بالأمان، بالاستعداد للصيام والقيام وكل الأمور موفرة. لكن كغيره وسابقه من 3 الأعوام تعيش الحصار، المواطن يعيش الفرق، المواطن يعيش حالة اقتصادية صعبة. أصبح هذا الشهر بالنسبة له خوف وقلق في الاحتياجات الأساسية والضرورية لأسرته، للاحتياجات اليومية لقضاء هذا الشهر الكريم، مع تزايد ربما الحصار المطبق على هذه المدينة منذ 4 أعوام، مع أيضا التدخلات البسيطة للمنظمات الدولية رغم الإعلانات المتكررة عن الشعب اليمني وخصوصا محافظة تعز المحاصرة، إلا أنه لا يعني لا يصل إلى هذه المحافظة إلا ما نسبة بسيطة جدا لا تفي بالغرض ولا تفي باحتياجات الناس اليومية. انقطاع الرواتب وعدم ثباتها أيضا أثر بشكل كبير ومباشر على حاجة الناس وربما رفض احتياجاتهم اليومية. هناك كثير من الاستعدادات المتعارف عليها في عموم اليمن لهذا الشهر الكريم ولهذا الضيف، لكن اليمنيون وخاصة في محافظة تعز يعيشون حالة من القلق، حالة من صعوبة توفير مقومات الحياة الأساسية للأسر والربما التي عاشوها طوال الفترة الماضية، وهذا هو العام الرابع يقل علينا بنفس، لن يتغير شيء كثير.
رغم تكرر كثير من المناطق لكن صعوبة وصول هذه المواد. طيب أستاذ جميل، لكن الآن بعد أن أصبحت المنافذ سالكة إلى تعز في المنفذ الغربي وأيضا طريق هيجة العبد وغيرها التي يعني منافذ متصلة بعدن بصورة مباشرة وأيضا حتى المخا، مقدار العمل الإغاثي الإنساني الذي يصل تعز في ظل كل هذه التسهيلات والمنافذ التي يسهل وصول أي مواد تصل إلى تعز؟ أخي الكريم، صحيح أن هناك المنطقة الغربي وربما المقا الذي لم نلمسه إلى الآن الكثير من تلبية احتياجات المواطنين ودخول الإغاثة. نعم. لا زال الحد هنا لم يصل، لا زالت المنظمات التي تعلن عن الشعب اليمني رغم التقارير الدولية بالاحتجاج بنسبة الفقر وتزايد عدد الفقراء في هذه الآونة، لكن لم يأتي ذلك الزخم من الإغاثة الذي يغطي هذا الاحتياج، بالرغم أن المنطقة ميسر وموجود، لكن الدعم الإغاثي لا زال إلا من بعض المؤسسات والجهات المحلية التي تعمل جاهدة بالحد الذي ربما تقدر عليه، لكن المنظمات الدولية التي يعني ربما من واجباتها والتي دعمت كثيرا وعملت مؤتمرات لتلبية هذا الاحتياج لا يزال قصور كبير ونقص كبير في هذا الموضوع، يؤثر على حالة المواطن اليمني في كل ربوع اليمن وفي تعز المحافظة. طيب، اللجنة العليا للإغاثة، نعم أستاذ جميل، اللجنة العليا للإغاثة وأيضا المنسق العام الأستاذ جمال بالفقية الآن هو معنا ويسمعك، مقدار ما تقدمه لتعز ما هو؟ اللجنة العليا للإغاثة، أولا نرحب بالأستاذ جمال بالفقية للجنة وأهلا به وسهلا في هذا اللقاء، وسعيد أن نكون معك في هذه المداخلة. أظن اللجنة هي بمثابة منسق عام لموضوع الإغاثة، لكن المشكلة أظن أنه ليست اللجنة العليا للإغاثة بحد ذاتها، لكن هل وصلها هذا الدعم؟ ما عندي فكرة، أنا سمعت مقطع مما قاله، هل هذا الدعم الذي وصل لها هل يفي بالاحتياجات؟ أظن لا يكفي، فهي بمثابة المنسق بين المحافظات للتوزيع، لكن الذي يصل إليها ربما ما سمعنا من الأخ الأستاذ جمال ربما لا يفي بالحد الأدنى لمحافظة، ليس الذنب الآن ذنب المنسق أو اللجنة، لكن طيب. هل وصلت المنظمات الدولية بالتزاماتها تجاه هذه الأمور أو تجاه هذه اللجنة؟ طيب أستاذ جميل، نعم، ما يصل ولو كان محدود وقليل إلى محافظة تعز مثلا، إذا أخذنا النموذج من النماذج للعمل الإغاثي والإنساني، هل يصل للمحتاجين بصورة مباشرة أم الكثير يشتكي بأنه معظم كل هذه الإغاثات لا تصل للناس المحتاجين؟ أخي الكريم، هي تصل، لكن أن نقول لا تصل للمحتاجين هذا كلام مبالغ فيه وفيه شيء من اللغط. نعم. لكن هي تصل للمحتاجين، قد يحتاج في بعض الأحيان هنا أو هنا تقصير أو شيء معين من هذا القبيل أو تلاعب من البعض، لكن أنها تصل معظم الإغاثات التي ربما تصل إلى المحتاجين بشكل مباشر، لكنها لا تكفي، ومع وجود بعض أيضا الاختلالات في هذه العملية تحدث بين الحين والآخر هنا أو هناك، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لكن هذه الكمية التي تصل هي أساسا لا تكفي، فتسبب كثير من هذا التلاعب ومن هذا الإغراق الذي يحدث هنا أو هناك، فنتيجة لقلة الكميات، لكن إذا ما توفر الحين القديمة فتسعى الناس جميعا وسيكون ربما الوصول للمحتاج الأساسي بشكل مباشر. نعم. طيب، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل الجابري الناشط في المجال الإنساني، كنت معنا من محافظة تعز، وأعود إلى عدن عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ جمال بالفقيه. أستاذ جمال، الذين يشتكون دائما بأن معظم كل هذه المواد الغذائية والإغاثية التي يتبرع فيها العالم لليمن لا تصل بصورة كاملة للمحتاجين في اليمن، برأيك أين يكمن الخلل؟ طبعا هو الخلل الأساسي هي طبعا من المنظمات الدولية، هي عندما نحن في اللجنة العليا للإغاثة مهمتنا الأساسية وهي التنسيق، وتوجد عندنا في كل محافظة لجنة فرعية تقوم بالعمل هذا، فيجب أن يجب أن أي منظمة دولية يجب على جميع المحافظين أو جميع اللي هم رئيس اللجنة الفرعية في كل محافظة
أن يضغط على المنظمات الدولية أن لا تمر الإغاثة عبر هذه الجهات المعنية للتنسيق والإشراف دون التدخل في أعمالهم. لكن للأسف الشديد أن جميع المنظمات هي تعتمد على بعض الشركاء الموجودين، وخاصة شركاء خاصين أوروبيين أو خاصين فرخين من نفس المنظمات، وهذه هي تتعامل مع بالآليات القديمة. عندما نحن نتحدث على برنامج الغذاء العالمي، الإحصائيات اللي عنده موجودة من 2004، يعني تقريبا مليون في تعز مليون وشوية، يعني لم تدخل من ضمن البرنامج الذي يدعمه البرنامج الغذاء العالمي. وهذا الخلل الذي يوجد موجود، عدم التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات ولجان المحافظات لعملية رصد المحتاجين بشكل كبير، وكذلك الزام للمنظمات الدولية أن تمر من خلال هذه اللجنة العليا للإغاثة أو اللجان الفرعية لتوصيل الإغاثات اللي مستحقيها. لكن الخلل الموجود هو من نفس المنظمات. يعني حتى نحن عندما نتحدث على جميع المانحين، يعني كل المانحين لهم شركاء، يعني مثلا الهلال الأحمر الإماراتي هو بيتعامل بالعملية الإغاثية حسب فريق الجناح الإنساني، بيقوم بالعمل الإنساني. برنامج الغذاء العالمي وكذلك منظمات الدولية يوجد لهم شركاء محليين، كذلك يعني في تنسيقات معنا مع مركز سلمان، لكن كذلك يوجد له شركاء هم يقوموا بعملية التوزيع. وهذا جميع الشركاء هو يجب أن يكون ينسقوا مع أي محافظ اللي هو رئيس اللجنة الفرعية في المحافظة لعملية معرفة أين تمر هذه الإغاثات ولمن تمر عن الإغاثة، وتكون عندهم قاعدة بيانات. ثلاث سنوات أستاذ جمال ولم تصلوا إلى آلية رقابية يعني لكل هذه الاختلالات وإصلاحها. لا طبعا هي مش نحن بالنسبه لنا نحن نسهل العمل الانساني، نحن تسهيلنا هي التنسيق هو بشكل عام، هي جميع اللي هو المحافظين عنه، نحن نقدر نوصل على كل المحافظات، يعني فكل المحافظات كل محافظ هو مسؤول على محافظته، مسؤول سلطه اللجنه الفرعيه هي مسؤوله على على على, على أي, اي 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 منظمه تدخل لداخل محافظتها ويكون التنسيق معهم. نحن نحاول قدر المستطاع ان احنا نفتح لهم المجالات، نحاول نفتح لهم ونحث لهم بالمساعدات الموجوده، لكن اكثر من هذا لا نستطيع ان احنا ندخل في اعمالهم، نحن فقط نقوم عمل رصد وتقييم، واكثر من هذا لا نقدر نعمل نتدخل في اعمالهم غير الاشراف والتقييم في اعمالهم. طيب استاذ جمال، سنذهب الان لمتابعه تصريحات واراء الناس حول استقبال رمضان، اوضاع الناس بلا رواتب، معاناة شديدة، سنسمع منهم ومن ثم نكمل الحديث. والله الحقيقة إن البلد تعاني بعض صعوبات كبيرة، لكن المواطن عنده أمل كبير في المستقبل إنه تتحسن الظروف ونعيش زي ما كنا زمان، أيام سعيدة وجميلة، والفترة المقبلة أتوقع أن تكون جيدة جدا إن شاء الله، بعد ما وعدت لنا الحكومة بأنها ستنتظم في دفع الرواتب، وربما تنتظم في المستقبل الله أعلم، ولكننا متفائلون بأن يتحسن الوضع مستقبلا، وأتمنى إن شاء الله يجي رمضان والأمور جيدة جدا، ويعيش المواطن ويتمتع المواطن ببعض السعادة وبعض الاهتمام من الدولة لمساعدته والتعاون معه وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثات وما شابه ذلك. فالفقراء كثير والمعتازين أكثر، كله من الأرحم الراحمين، كله نستقبله كله برادة أرحم الراحمين، مش الأمان والإيمان، كله يصبر. نعم كله يصبر، ولا كله برادة الله، غير هذا ما نريد الله ما استرده لنا أرحم الراحمين، ولا نحن بنعمة نحمد الله ونشكره برغم أنه بغى مش رواتب ما بش بالنعمة، أهم حاجة نشتري الأمان. نحن في العام الرابع من الحرب، ونستقبل شهر رمضان بدون بانقطاع رواتب لمدة العام الثاني بدون، وبالتالي نستقبله بطريقة حزينة، يعني بسبب انقطاع الرواتب، عدم وجود المتطلبات وعدم توفير المتطلبات للأسر. ولكن نناشد الجهات المختصة و وزارة التربية ورئيس الوزراء وحكومة فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي بأن يقوم بمعالجة سرعة صرف الرواتب. قدم شهر رمضان رواتب جميع الرواتب المتوقف فيها حق العام الماضي، وكل الرواتب بشكل عام، حتى يستطيع الموظفين
في جميع انحاء الجمهوريه بدون استثناء، حتى يستطيع الموظفين انه يصوموا شهر رمضان في جو من الافراح ويستقبلوا استقبال برحابه صدر. يعني الان نحن في السنه الرابعه من الحرب، والاوضاع الحمد لله في الى الافضل ان شاء الله، رغم وجود اختلالات امنيه وتم الانتهاء منها ان شاء الله. وبخصوص شهر رمضان ياتي هذه السنه وما زالت الرواتب غير منتظمه، يعني قد بدات الامور تمام فتره من الفترات، وانقطعت يعني اذا جاءت شهر تنقطع 4 أشهر 6 أشهر. وان شاء الله نرجو من الحكومه ومن المشير عبد ربه منصور هادي ان يهتم بهذا الجانب، لان اغلب الشريحه معتمده على رواتب، وان شاء الله يكون في انتظام. ان شاء الله نستقبله بخير وامنيه، وفي ظل الاوضاع هذه نسبيا المدهوره واللي هي الافضل تتحسن الافضل، وان شاء الله مع الرواتب بدات تتواجد وتستمر ان شاء الله، نامل من الشرعيه ان لا تنقطع. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، واعود الى عدن مع الاستاذ جمال بالفقي. استاذ جمال، اذا كنتم انتم فقط دوركم هو التنسيق لكل هذه الاعمال الاغاثيه والانسانيه التي تصل اليمن، اذا من هو المعني بتشكيل الرقابه او متابعه كل هذه المعونات، وان كان هناك اختلالات، ان كان هناك لعب او بيع او يعني عدم اهتمام في ايصال هذه المعونات للمواطنين بصوره مباشره؟ طبعا هي الرقابه طبعا هي من دور اللجنه العليا للاغاثه لرقابه العمل الانساني، ونحن نرفع بعض التقارير الحكومه بما يتم في بعض الاختلالات، لكن هو الرقابه الحقيقيه اللي هي في المحافظات التي توصل اليها، وخاصه في المناطق التي هي محرره، فكل رئيس لجنه عليا رئيس لجنه فرعيه في كل محافظه وهو المحافظ. السبب ان وجود المحافظ والفكره ان يكون المحافظ ولجنه المحافظه للمراقبه والمتابعه ورفع التقييم ورفع ما هو الخلل الموجود لعدم وصول الاغاثات هذه لمستحقيها، وعمل تقارير مفصله لها ونحن نرفعها للحكومه بما يتم. فهذه نحن الان لم ترفع الينا الا بعض الامور البسيطه. اذا يعني كان هؤلاء المحافظين او مسؤولي السلطه المحليه، نعم استاذ جمال، اذا كان هؤلاء المحافظين او مسؤولي السلطه المحليه والاغاثيه في المحافظات المحرره والمديريات هم راس الفساد، اذا من سيحاسبهم؟ هو في هي 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 طبعا هي اللي هي اللجان الاغاثيه في المحافظات اللي هي لم توزع العمل الانساني، هي فقط تحتاج تشرف وتنسق العمل الانساني بدون تتدخل على المنظمات، لكن الخلل الموجود ان هذه المنظمات لا تتواصل معاهم او لا يجبروها ان تتواصل عنهم من خلال تمر العمل الانساني للاشراف والتقييم، فكل منظمه هي تعمل حسب الشركاء معاهم وتقوم بالاداره، فتنظيم العمل الانساني والاغاثي هو يجب ان يتم موجود بقرار رسمي بان اي محافظه لا تسمح لاي منظمه تدخل الا عن طريق المحافظ لمعرفه ما هي فين توجد الاغاثه، ولمن حتى على عمليه الازدواجيه في العمل الاغاثي لمعرفتها. كذلك احنا طلبنا من كثير من المحافظين ان يعملوا مراكز اغاثيه في كل منطقه، بحيث ان هذه المراكز الاغاثيه تصل اليها هذه الاغاثه وتشكل لجان في هذه المناطق اللي توصل اليها، لكن اعتقد انه لحد الان لم تتم هذه العمليه، وطبعا توجد الخلل الموجود، ونحن في حد ذاته نحن نحاول قدر المستطاع ان احنا نقدم نحث المنظمات الدوليه بانها تقدم العمل الانساني في المناطق التي بحاجه العمل الانساني، والتوجه للمحافظات والمنظمات المحليه والمنظمات التي تساعدها في ايصال الاغاثه حتى في مناطق الاطراف. نعم، طيب ابقى معي استاذ جمال، ونشارك معنا في الحديث الاستاذ حسام السعيدي الناشط الاقتصادي من اسطنبول او الباحث في الشان الاقتصادي. مرحبا بك يا استاذ حسام. اهلا ومرحبا بكم. اهلا بك. اهلا بك استاذ حسام. اذا تحدثنا عن لغه الاحصائيات والارقام والوضع الانساني الصعب في اليمن
ونحن الآن أيضا مقبلين على شهر رمضان، كيف تتابع يعني أوضاع الناس وكيف تتابع المستوى الاقتصادي بالنسبة لليمنيين في ظل كل هذه الأرقام المخيفة والمرعبة التي تقول بأن 22 مليون يمني بحاجة إلى المواد الإغاثية في اليمن؟ نعم، الحقيقة الأرقام هي مفزعة ولا نقول فقط مخيفة. الوضع الحقيقة بشكل عام في اليمن رمضان ربما لن يختلف كثيرا، لأن حسب التقارير لديك 7 مليون شخص الحقيقة لا يستطيعون أو لا يعرفون ماذا ستكون وجبتهم القادمة، أي أن 7 مليون من الأشخاص هم الحقيقة الصائمون على مدار الأعوام، نستطيع أن نضعها بين قوسين. الحقيقة استكبار شهر رمضان يتميز أو كان في الفترات السابقة الحقيقة يتميز بإقبال شديد ربما على الحقيقة على الأطعمة، على أيضا على الطلب يزيد على مصادر الطاقة وإلى آخره، ويقترن الحقيقة كان بوضع في ارتفاع في الأسعار بشكل عام. هذه الفترة ومنذ 3 سنوات الوضع يزداد سوءا، والأمور الحقيقة ربما نستطيع أن نقول خارج سيطرة الحكومة وخارج السيطرة بشكل عام. هناك شعب يموت، يتعرض لمجاعة في ظل وإن كان هناك نوع من الإغاثة نقدرها ولكنها طبعا غير كافية. يستقبل اليمنيون الحقيقة هذا الشهر الفضيل بتساؤل كبير، هو ماذا سنأكل إذا أكلنا صباحا، ماذا سنأكل مساء؟ هذا هو السؤال الذي يلح على اليمنيين الحقيقة بشكل عام. نتحدث هنا فقط عن كماليات أو عن يعني الحقيقة تعرف أن مثلا مصادر الطاقة الغاز تقريبا غير متوفر، وإذا توفر بأسعار خيالية في الأرياف، وصل سعر الدب الغاز إلى تقريبا 10,000 إلى 8,000 ريال، وهذا الحقيقة أصبح صعب جدا أن المواطن يمكن أن يصل إليه. طبعا في ظل هذا الوضع، في ظل هذه الأرقام المخيفة التي أنا دائما أقول بأنه أصبح ليس لها معنى، لأن الحقيقة الكارثة مستفحلة، هناك كارثة تتحدث عن مجاعة، وبالتالي لابد من تدخل عاجل وسريع. طيب التدخل الذي قامت به الأمم المتحدة والمؤتمر الأخير الذي يعني كانت الخطة هي يعني البحث عن 3 مليار دولار إغاثية هذا العام لليمن، وتم تحقيق الهدف تقريبا 50% كما تحدث الأستاذ جمال بلفقي من المعونات الإغاثية. هل باعتقادك هذا الرقم ممكن يعمل بشكل كبير وبصورة كبيرة في التخفيف من معاناة الناس في اليمن؟ الحقيقة ما قدمته أو ما يقدم من قبل المنظمات الإغاثة هو يدخل ضمن إطار الجزء كبير منه الحقيقة، أو ما الذي سيصل للناس كان يجب أن يظل في يعني شيء يسبق الكارثة، يعني إغاثة تسبق الكارثة لكنها لا تمنع وقوعها. مثلا تصل لجان معينة في الأرياف أو في المدن بين 3 أشهر أو 4 أشهر تقوم بتقديم مثلا نصف كيس من القمح الأبيض للمواطنين أو كذا. الحقيقة هذه الأمور ربما هي تخفف يعني جزء بسيط في الأماكن التي يتم الوصول إليها، في حين أنه هناك مساحة جغرافية كبيرة لا تصل إلى هذه المساعدات. ولا نتحدث ايضا عن ما يطال هذه المساعدات احيانا من محسوبيه او من يعني غياب العداله في التوزيع والاخر، نحن لا نشكك في احد، ولكن يعني هناك مركزيه ايضا حتى في قضيه توزيع المساعدات، وربما هذا الامر مرتبط بالمنظمات نفسها وليس باللجنه الاغاثه. الحقيقه انه المساعدات هذه ربما كما قلت حلول تدخل عاجل، ولكنه لا يمكن ان يستمر بشكل كبير، واذا اوفى المانحون بتدخلاتهم هذا يعني عباره عن استجابه سريعه للحاجات او لاغاثه الناس. الحقيقه لدينا لو تحدثنا بلغه الارقام لديك 2 مليون تقريبا شخص، هؤلاء الذين نزحوا من اماكنهم، وهؤلاء لا يعانون فقط من الغذاء، ايضا هناك مشاكل في السكن، هناك مشاكل في المياه الشرب النقيه لا يستطيع الحصول عليها الناس. الحقيقه يعني الغذاء هو جانب ايضا، فمصادر العيش او اساسيات الحياه بشكل عام الحقيقه في بعض المناطق تماما شبه منعدمه، بعض مناطق الاشتباكات، المناطق زراعة الألغام، الرعاية الصحية تقريبا صفر. هذه المشاكل المجتمعة الحقيقة ربما هي تقود إلى المجاعة بشكل كبير يعني. نعم. طيب أستاذ حسام. نعم. طيب أستاذ حسام، يعني 3 سنوات من الحرب اليمنيون بلا رواتب، ولا زال اليمنيون صامدون أمام هذه الظروف الصعبة التي تحيط بهم من كل جانب. إذا ما استمر الوضع إلى العام المقبل، ما هي الكارثة التي ستحل باليمنيين؟ الحقيقة أنه كل عام نحن نتحدث عن الصمود، فإننا نتحدث عن مصطلح مطاطي.
بداية الحرب كان لدينا طبقة متوسطة قائمة بحد ذاتها تمتلك مدخرات، تمتلك يعني أسس حياة جيدة على الأقل. الآن تقريبا هذه الطبقة انتهت تماما، وأصبح عندما تقول هناك 20 مليون من الأشخاص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وأن هناك أكثر من 7 مليون شخص مثلا لا يستطيعون معرفة ما هي الوجبة القادمة على العشاء مثلا إذا توفرت لديهم وجبة الفطار في الصباح. فالحقيقة هذا الصمود هو نوع من الكذب على الذات، وأن هناك ستحدث مجاعة كبيرة جدا إذا استمر الوضع على ما هو عليه. انقطاع المرتبات الحقيقة هو ضربة قاسمة لهذه الطبقة وللكثير، ربما عشرات الآلاف من المواطنين أو من الموظفين الذين يعولون مئات الآلاف أو الملايين من الناس الحقيقة يعانون بشكل غير عادي. نعم. عملية أنه ممكن يصمد طبعا في النهاية الحياة باقية، ولكن كيف يمكن أن يبقى هناك أم سوء تغذية الجيل تماما، تقريبا جيل يعاني من مشاكل كبيرة جدا، الجيل القادم ما أقصده، سوء تغذية مستفحلة بشكل كبير، لديك مشاكل يعني صحية يترتب عليها ليس فقط خلال هذه الأعوام وإنما على الأعوام القادمة. إذن حينما نتحدث عن صمود فإننا يجب أن نراعي المنطقية في هذا الطرح. استمرار هذه إسهامات الحكومة أستاذ حسام، نعم إسهامات نعم إسهامات الحكومة على الأقل في المناطق المحررة بصرف الرواتب ولو أنها غير منتظمة، إلى أي مدى ساعد في صمود الناس واستمرارية الحياة فيها؟ الحقيقة هذا أمر جيد، وأنا لاحظت شخصيا من خلال المتابعات وملاحظة أنه حتى هناك بعض النازحين الذين كانوا يتوافدوا إلى عدن الحقيقة استلموا مرتبات، وهناك أيضا من مصلحة أو هيئة التأمينات للمتقاعدين بدأت بصرف بعض المرتبات، كانت هناك نوع من تطبيع الحياة. ولكن بعد النزاع الذي اندلع في عدن والصراع الحقيقة الحكومة الأداء الحكومي أصيب أيضا بشلل تقريبا مؤقت، نتمنى أن يعود هذا الأمر لأنه الحقيقة ساهم وإن كان منقطع حتى في مثلا في محافظة تعز وبعض المحافظات وصول بعض الرواتب إلى هذه المحافظة الحقيقة أنقذ الناس من كوارث يعيشونها ومن مشاكل الحقيقة. نعم. هناك أسر لا تجد القوت تماما، وبالتالي وصول المرتبات هو سيعين الحقيقة ويحل جزء كبير من المشكلة، سيحل جزء كبير. نعم. من المشكلة، وأيضا سيخلق حالة اقتصادية معينة، انتعاش اقتصادي معين، تحرك عملية التجارة وإلى آخره، وبالتالي يحصل يعني مصدر جيد للإعاشة. المشكلة أنه لا يوجد انتظام. نعم. ما نطلبه هو أن يستمر هذا الأمر على الأقل في المناطق المحررة، وهذا سيجذب الحقيقة الآخرين من مناطق الانقلاب. نعم. وربما يساعد في حل مشكلة المجاعة الحقيقة. نعم. نعم. الباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي، كنت معنا من اسطنبول. وقبل العودة إلى الأستاذ جمال، سنذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية أعدها زميل وديع عطا حول الوضع الإنساني الكارثي في اليمن واستقبال اليمنيين قبل رمضان بعد 3 أعوام من الحرب والأزمة في اليمن. نتابع. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود إلى عدن مع الأستاذ جمال بلفقي. أستاذ جمال، ماذا عن أيضا المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي؟ هل هناك خطة لكم في اللجنة العليا للإغاثة لتقديم الدعم على الأقل للأسر المحتاجة والنازحين في هذه المناطق، أم هي خارج سيطرتكم وتتعامل هذه المنظمات بصورة مباشرة مع ميليشيات الحوثي؟
طبعا نحن بالفتره الماضيه نحن عملنا خطه طوارئ بالنسبه للنازحين اللي في الساحل الغربي، ونحن قدمناها للامم المتحده على اساس انهم يوفروا للنازحين في مناطق الساحل الغربي خاصه في الاوقات الحاليه لكثره النزوح اللي وصل حوالي 3000 نازح خلال الفترات الماضيه من نوفمبر الى اليوم يعني. كذلك وصلت عدد النازحين في منطقه في مناطق الساحل الغربي وصلت الى قريبه من عدن اللي هي صلاح الدين، وكذلك في عمران ومناطق القريبه، وكذلك في فنحن طلبنا منهم ان يفتحون مراكز استقبال ويوفرون للنازحين كل ما يحتاجوه من اكل ومن اكلات السريعه ومن عيادات متنقله ومن ايواء ومن توفير المياه. والخطه هذه وكذلك وفرنا لهم عده مخازن موجوده في هذه المناطق اللي يكون سهوله الوصول الى هؤلاء النازحين. نتمنى تقريبا هم خلال الفترات الماضيه عملوا مسح، وان شاء الله تطبق هذه خطه الطوارئ وستقل الكثير من عمليه النزوح عمليه التخفيف من معاناه النازحين خاصه في فتره رمضان. الى جانب هي في الفترات اللي زي ما كلمتك سابقا ان في يعني تقريبا خصصت من مركز سلمان 260 الف وجبه افطار، وغالبيتها ستكون للنازحين وغالب الناس اللي هم بحاجه الى هذه الافطار يوميا. بالنسبه للمناطق اللي تحت سلطه الحوثي، وجود المنظمات الدوليه في مكاتبها داخل عدن سيحقق كثير من وصول الاغاثات اليهم، لان هم يحملون قبعات مبتعده، ونحن عن طريق بعض المناطق عن طريق الهيئه الكويتيه وبعض المنظمات المحليه الموجوده تصل الى المناطق اللي تحت سلطه الحوثي بس بكميات بسيطه. لكن نحن وصلنا في الفترات الماضيه عن طريق بمساعدة محافظة الحديدة وصلنا حوالي 15000 كيس دقيق في الفترة الماضية، وصلنا لهم في الفترة خلال الفترة القريبة الماضية حوالي 4000 كيس رز كان من هدية من الصين. نحاول قدر المستطاع بطرق معينة عن طريق بعض المنظمات اللي هي تقدر توصل إلى هذه المناطق. نعم. كذلك فتح بعض الأفران الموجودة عن طريق بعض التجار لعمل الرغيف لبعض النازحين الموجودين. طبعا هذه كلها الجهود نحاول نحكي لك. كان بالنسبة لوصول المناطق التي تحت سيطرة الحوثي بشكل عام يعني هي نعول عن المنظمات الدولية لأنها تحمل قبعة الأمم المتحدة، ولكن تمر عن طريق المراكز الإغاثية اللي حددناها. نعم. لها للوصول إليهم بطرق ثانية غير الطرق التي تحت سيطرة الحوثي التي تقوم بعملية يا أما مصادرتها أو أخذها أو توجيهها بمناطق. نعم. لا تستحق هذه الإغاثة. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال بن الفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وعودة في الدقائق الأخيرة مع الأستاذة منال الناشطة في المجال الإنساني في الحديدة. أستاذة منال قائد، مرحبا بك، كيف هو الوضع في الحديدة مع قدوم شهر رمضان؟ أهلا. الوضع ما زال مأساوي، لا يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة. هموم الناس تنحرف عن الأساسيات العادية وحقوقهم الطبيعية. في رمضان بسبب خصوصية الجو الحار في المدينة يعني يتمنى الناس أنهم يحصلون على ساعات من النوم الهادئ الذي تنعدم بسبب انعدام وجود الكهرباء، وهذه تعتبر المشكلة الأساسية غير المشاكل الأخرى المترتبة والمتراكمة، وهي المشاكل ارتفاع الأسعار البنونية، انقطاع الرواتب. نعم. نعم. طيب الآن الجانب الإغاثي كيف تقيمينه في الحديدة والإنساني؟ هل هناك من منظمات عاملة لا زالت تصل إلى الناس المحتاجين تقدم العون الإغاثي للناس أم لا؟ لا أعتقد أن هذا الجانب موجود في المدينة. في جهود يمكن من رجال أعمال العاديين لا تصل إلى الجميع. في مشكلة كبيرة أيضا أن المدينة فيها عدد نازحين كبير يتراوح عددهم يعني 2000 أسرة وأكثر، فما أعتقد أنه في عدالة في التوزيع. وأصلاً لو كنا أدق أيضاً لا توجد مساعدات. نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر الأستاذة منال قائد الناشطة في المجال الإغاثي والإنساني في محافظة الحديدة. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين، حتى الملتقى بحلقات جديدة بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.